أول واحد جاب النحاس في الجزائر هو جدي، أول جد في مدينة قسنطينة هو الجد إسماعيل، مارس هالحرفة هذه في 1827. احنا الحانوت هذه فيها سبع جدود كامل. هذوك السبع جدود نعرفهم انا بس معاهم في المنام، هما اللي علموني مارسوني في الخدمه هذه. بابا مات علموني، بابا ما كانش يخدم الاواني هذو، ما كانش يخدمها، كان يخدم حوايج اخرين بابا، الصناعه التقليديه تاع بكري. بعد انا بالعقل عدت ندير لي كرياسيون، جدودي نعسوني في الليل والصباح نجي نخدم بالعقل. هذه مده تاع 30 سنه وانا هكذا دخلت في نوت ديمونسيون، عدت ندير لي كرياسيون الابداع، عدت ندير الابداع تاع النحاس اللي واحد ما يديرو. انا السيد امين خوجان، مولود في مدينه قسنطينه في 1956، ومارس هذه المهنه تاع النحاس منذ 43 سنه. العائله تاعنا في مدينه قسنطينه كانوا يمارسوا النحاس منذ 1827، كانوا يمارسوا النحاس، وكانوا الجدود هذا يخلف هذا حتى صبحت كانوا سبع جدود، ومن بعد بابا ومن بعد انا، هذا يمدها لهذا. سيت انت كما يقول ورثه. الخدمه تاعي كلش باليد، ما كانش ماشينه، كلش على ما ايه، واعره سي تري بينيبل. وبديت ندخل في لي كرياسيون، وبديت نخمم على لاغام دو كونستانتين، الابداع تاع الاواني النحاسيه تاع مدينه قسنطينه. 380 قطعه، قسنطينه جزائر العاصمه تلمسان، هادو لي ثلاث مدارس اللي كانوا في الجزائر تاع النحاس. هادو الحرفه اللي مازالت هنا في قسنطينه هي الحرفه تاع اليد هذه تاع النحاس الاحمر، فوالا. الاصفر موش نحاس، الاصفر مدارو غير الزينه. في النحاس كاين سر النحاس في الدنيا، واحد في خلقه ربي هو الاحمر. عندي دي كرياسيون هنا اني كوموند، عندي المحبس، الطاسه، الطفال، الوضايا، المرش تاع عيساوه، الدربوكه، اني كوموند. على بالك مخدومين باليد ما كانش، فوالا. وهالاواني هذو هي الطابع تاع مدينه قسنطينه. اول تحفه اللي صنعتها في حياتي وبديت نخدم بها هي الوضايه. الوضايه اي كان هنا عندي وضايه، واعره الوضايه باش تخدمها، واعره. فاش واعره؟ واعره في لو باك، باش تخلق لو باك سي با فاسيل، كلش باليد. فاهم؟ اول وضايه هذيك، ومن بعد من الوضايه هذيك كي خدمت الوضايه صوتيت المحبس. المحبس هو اول محبس في العالم مخدوم اون سول بياس، ما كانش لا سودير، اون سول بياس. كان الديسك يجي طالع حتى يخرج المحبس، وقدها قعدت فيه ربع شهر. هذاك واش نقول لك، هذاك حاجه عظيمه للجزائر. اللمس تاع النحاس كعود حرفي يشتي النحاس ويموت على النحاس، يدخل في قلبه في لو كور تاعو. ديجا لو كور ا بيزوان، لو كور محتاج للنحاس. الو الحرفي هذاك كيعود يخدم في النحاس ويخلص الاله هذيك، يخلصها البك، يخلصها شغل العالم كله في يده. كيما درك باغ اكزومبل هاني خدمت انا حاجه هاي هنا، هاي حاجه كي نخلصها هاي خالصه. واش ندير؟ نبقى نمس فيها على بالك، شوف ونسخايل، شوف نبقى نسخايل، شوف في قلبي نسخل، شوف دير لي واحد الآلة هكذا في قلبي، ما نقدرش نفهمك فيها، مي أنا نتحس واش درت. شوف الآلة، شوف نتحس بها لو توشي هذاك، لو توشي نقول ملي كانت ورقة طرف نحاس، شوف واش ولات حاجة عندها روح. هذا قطار اللي معروفة به مدينة قسنطينة، ليقطر الزهر والورد. القطار هذا واعر في الخدمه، شوف كيفاه راه واعر في الخدمه، يقطر. والبرمه، البرمه اللي تحطوا فيها الورد والزهر ثاني واعره في الخدمه، لازم تكون بالنحاس الاحمر.
الارتيزانة ما فيهاش الربع السريع. الارتيزانة فيها الخدمة والإتقان. والإتقان كي تحب دير الإتقان لازم تخدمو على الفرد والسنة. النحاس سعي اللي خدمته ما يروحش، يبقى يذكروا الناس فلان بن فلان كان يخدم وراح وخلى تاريخ، خلى اثار. ما نموتش تسمى، انا ما نموتش. هالحرفه هذه راهي عزيزه، هذه غدوه الشبيبه هذه اللي طايش، هذه الشبيبه هذه تعلم الحرفه هذه وتعود تخدم بها وتمد الثقافه للجزائر ونمدوها للخارج ونبيعوها للخارج وكل عندنا صدى. باسكو سي سيونس، سي سيونس لازم يتعلموها ولازم يمدوها للجيل الصاعد. لا ما مدوهاش للجيل الصاعد هاي تروح. سبحان الله، انا عندي لي تكنيك تاعي هادو واحد ما يعرفهم. كي تعلمتها في مع الجدود هذه حاجه مليحه، كي تعلمتها نحب درك انا نخليها للناس الجيل الصاعد اللي جاي. باسكو المهنه هذه لازم الناس يتعلموها، سينو تروح.